انه فاتن حمامه لما جت مصر قالت لي مفيد عاوزه اشوف فيلم زوجتي والكلب نور الشريف سعاد حسني، هذا سر من الاسرار. فانا دورت على الفيلم، فقلت لها مدام فاتن الفيلم في سينما في العباسيه كويس، قالت لي مفيش مانع، خليني البس بلطو ونضاره وبلاش نروح بالعربيه، نروح بتاكس وخلي عربيتنا تبقى واقفه بعيد. فرحت كويس، رحنا السينما ببساطه وطلعنا فوتيلوج في السينما الغلبانه. وبعدين انا قلت لمدير السينما قلت له من فضلك حاول نحافظ على سيده فاتن حمامه، لما تيجي تنزل وتخلص الفيلم عشان ما يحصلش تجمر. فاحنا لسه هنبدا نتفرج على الفيلم، فاذا بمدير السينما يقول يسعدنا ان تكون بيننا سيده الشاشه العربيه. قالت لي مفيد قوم فورا، قوم بنا نمشي. وقمت فورا وما شفناش الفيلم. ده بيبلغ عنها. نعم. ده بيبلغ عنها. ونزلنا فورا وركبنا التاكسي الموجود لغايه عربيتنا وما شفتوش الفيلم. ما شفناش الفيلم. يا نهار ابيض. من ضمن الاشياء. هو الراجل طبعا ما صدقش نفسه. طبعا. مدير سينما في العباسيه. جاي في العباسيه دي سينما غلبانه. يا نهار ابيض. فتصور يعني، وكانت حريصه. قلت لها ليه يا مدام فاتن عايزه تشوف عايز الفيلم ده بالذات؟ قالت لي عايزه اشوف التعاون ازاي مشي مع نور الشريف. كانت حريصة تعرف قد كده دقيقة. نعم. ومتابعة. نعم، تريد أن تعرف. وهو النجاح مش بالفراغ، مؤكد. هو ده المعنى المهم جدا. صحيح.